السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ أميرة. اليوم إن شاء الله ماما غتقدم لكم الملوي بتقنية عكس عقارب الساعة، جديدة وسريعة ومبسطة جدا للمبتدئات. غتحضروا إن شاء الله الملوي بالحشوة اللي غتجي كذلك رائعة، غير تبعوا معنا المقادير وأيضا طريقة التحضير وفرجة ممتعة. السلام عليكم ماما، شنو تقدمي لنا اليوم؟ شنو وصفتنا اليوم؟ السلام عليكم الدريات بنياتي حبيباتي، كي دايرين؟ مع الصحه لاباس عليكم. اليوم غنقدم لكم الملوي بطريقه سهله ماهله، معمر كنقولوا الملوي بدوازو على طريقه عقارب الساعه. زوين هذا الملوي وساهل، لا في عجينته ولا في الخدمه ديالو، وغادي يعجبكم وغادي ديروا ان شاء الله بحالو. ودوكا غننتقلوا ان شاء الله للمقادير. المقادير هو على حسب اللي بغيتي، شحال ديال الملويات. حنا غنديرو على شويه هنايا، جوج كيسان بحال ديال العنبه في هذه الجبانيه، هاد الزلافه فيها جوج كيسان ديال العنبه ديال الفورز الممتاز ديال الحلويات، وهاد الكاس هي ثلاثه الكيسان ديال الدقيق الناعم ديال الحلويات اللي كيكون ممتاز. وهنا كاس ديال فينو ديال العنبه، كاس واحد باش يجينا داك الملوي زوين وفارك. هنا واحد شويه معوشق صغيره ديال السكر، باش السكر سنيده باش يحمر لنا الملوي ديالنا، والملحه على حسب الذوق، واحد طريقه ديال الخميره ديال الفوريه باش يجينا رطب ويجينا زو. هاد الخميره اذا كان ما كانتش عندكم تقدروا ديروا الخميره ديال الحلويات بحال هذه، دير عوشق صغيره ديروا ديال الايديال ديال الخميره ديال الحلوه، والماء باش غنجمعوه. هادشي هو المقادير الدريات. صافي غنتاقوا ان شاء الله الى غربناه. غنزيدو ديك الطريقه تاع السكر وديك شويه ديال الخميره اللي قلنا لكم، على شويه ماشي بزاف، والملحة ديال باش نبنو المسمن ديالنا. ودوكا غنبداو نعجنو بالماء، ماشي دافي ماشي بارد، شوية مع الحال سخون شوية، ما نديروش سخون ما نديروش بارد. غنعجنو عجينة تكون ما هي قاصحة ما هي مرخوفة، مجموعة يعني مقبوطة. بعد ما جمعناها ها هي كتجي شويه ماشي جاريه ماشي قاصحه، بحال هكا كتجي بحال هكا هي، ما باش تساعدنا. ودوكا غادي ندهنها بشويه الزيت وغنخشيها في واحد البلاستيكه ونخليها حتى نص ساعه حتى ساعه، ماشي مشكل حتى نقضي شغالاتي على نعقب ليكم باش نلقاها دلكات بوحدها. ملي كديروا هاد الطريقه الدريات الملوي كيجي مدلوك بوحدو في البلاستيك. فغنخشيها في البلاستيكه وغنخليه، غنخليها تنصوب المرحله الثانيه ونجي عندكم ان شاء الله. عجبنا لكم من شويه، خليناها ارتاحت العجينه وطابت باش كتجي طاقه داير الطول، كتولي هات كتولي مجبده معنا بلا دليك بلا والو، كتكوني مدلوكه. حنا غادي نقسموها على شحال من ملويه، نقسموها على النص. نعاودو نشوفو شحال غنديرو من الملوية هنايا، ليهم ما هما كبار ما هما صغار. قسمت على خمسة الملويات وغنغطيهم، نحولهم هنايا وغنغطيهم يطوعو ليا تاني، نغطيهم بواحد البلاستيكة وغادي نرجع لكم ان شاء الله منين تسافي. صافي بعد ما خلينا العجينه ترتاح ملي كورناها كويرات، الحشوه اللي غتكون هي الفلفله. هذا شي حشوه اختياريه، تقدروا ديروا الحشوه اللي كتعجبكم، فلفله الوان حمراء وخضراء. قطعناها طيفات صغار ودوزناها شويه في الزيت مع شويه الابزار وشويه الملحه وشويه الزعتر باش تعطي واحد البنه ديال البيتزا وداك الشيء. وهذا فرماج ايدام، فرماج داك الحمر اللي معروف بالفرماج الاحمر،
حكيتو في الحكاكه ديال الخيزو درتو غليظ باش تا هو غنعمر بيه ان شاء الله. وهذه الزبده ديال التوعيق غادي نورق بها، والزيت باش نسمن المنوي ديالي العجيب اللي ساهل المهل اللي غادي ان شاء الله تجربوها الدريات وغادي يعجبكم. ودوكا غادي نبداو نوريكم الطريقه الدريات. بالطريقه الدريات غندير شويه الزيت في الطابله ديال العمال اللي غنقرصوا فيها، وناخذوا البصل اللي هي دارت طاعت لينا، وغنقرصوها نقرصوها مزيان، نحاولوا نبرقوها من الجناب ومن الوسط، نمشيو معاها الدريات نديروها على شكل دائريه كمثل الساعه. نمشيو يلاه 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 ونديروها بالزيت، دائما نورقوها بالزيت. بعدا ورقناها صلحناها دائريه، غنديرو لها شويه الزبده تجي مرقه. دي الزبده عندنا سبيسيال دي في الدار، اللي عنده زبده كيما بغات تكون يديرها. ها هي الزبيده صافي، كديري الزبيده ديالتك تبرقي بها، وكديري واحد شويه ديال الفلفله اللي حيرتيها في شويه الزيت وفيها الاقامه الدريات الجبنينه. ثم الحشوه ديروها اختياريه اللي بغيتو، ديري غير شويه ما ديروش بزاف. من درتو الفلفله غديروا الفرماج حتى هويا، باش يجي ملوي بدوازو معامر وزوين بدوازو بحال هكا الدريات. والمهم في هذه هي ماشي الحشوه ولا العجينه كاع كتعرفوا، المهم في هذه هي غادي ديروا واحد ديوتا للوسط وديروا واحد الخط بالموس، ديروا واحد الخط بالموس وتمشيو بحال هكا تمشيو دوروا كمثل عقرب الساعة، دوروا بحال هكايا حاولوا تدوروا عليه شوية كدور عقرب الساعة كدور معانا. وفي نفس الوقت غادي يجينا مسمن ممرق، ندخلو الحشوة ما نخليوهاش خارجة، نحاولو نخشيوها وندورو عقرب الساعة ديالتنا. والمسمنة ديالتنا هي هادي، كنجيو حتى لهنايا كنسدو هاد الدريات كيبان ليكم، كنسدو هادي مزيان وكنطوع عليها من هكا، نحاولو نطوع عليها من هكا يا الدريات هاكا، دائما نلمطوها ونصوبوها ونقادوها ونوسعو خاطرها. هذه هي المروية ديالتنا، ونحطوها كطوع، نجبدو وحدة أخرى. هانتو كتشوفوا مشاهدي الاعزاء طريقه سهله وما صعيبهش للمبتدئات اللي بغوا يحضروا الملوي في دقائق، والضيوف ديالهم يجوا على غفله سهله مهله. وبالعقارب الساعه يعني عكس عقارب الساعه، كيف ما بغيتوا انكم ديروا الجهه اللي كتناسبكم، هاد الجهه اللي كتشوفوا كيبني كنطوي او الجهه الاخرى، طريقه واضحه كما تشاهدون في الصوره، سهله وسريعه ومبسطه جدا. هانتوما الدريات هدية الساعة المكانة، بغيتو تبداوها من 6 ولا تبداوها من 12، عرفتو 12 تاع المكانة زوينة راك عارفينها، من 12 هنايا تبداوها من 12. تبداو من الجهة ولا من الجهة؟ المهم عا من السونتر ديال المكانة، حيت العقرب كيبدا من السونتر دائما. من المركز ديال المكانة عاد ممكن يبداو يلويو. هي هاهي أنا غنديها من 12 بحال 12 بحال 6، حنا قبيله بدينا من 6 من التحت. حنا غندوا دوكا من 12، ها هي يا صافي ونبداو نلويو بحال من 12 غاديين يلاه الوحده الجوج. ممكن نبداو من هنا ولا من هنا، يعني اللي بانت ليكم. وممكن ما ديروش الحشوه، ديروا عيل فينو
والزبده ما بغيتوهاش ملويه خاويه ما تكونش عامه، بغيتو ديروها خاويه وما تديروها عامره، نتوما مخير بغيت تحصلوا على ملويه اللي تكون سهله، اللي غتكون سهله في 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 اسرع وقت تكونوا مجدتوه. هادو هما الدريات، هاد الشيء اللي بغيت نوصل لكم الدريات. وهاد البلاصه دائما جمعوها باش ما يخرجش لكم الحشوه من هنايا، ها هي هي جمعوا هاد الدريات صافي وديروها هنا صافي وخليوها تطول. نغرسو ما نرقوش بزاف، ما نخليوش غليظ بزاف، خليو يجي شي 4 سنتيم بحال كوايا في الغول ديالو باش تجي ملويه زوينه ومهضره كثير من الوسط. الوسط نغرسو باش ما يجيش غليظه من الوسط، يجي واحد الملوي من داكش ساهل ماهر. وتقدروا ديروا حتى الملوي خاوي. هانتوما مشاهدي الاعزاء، من بعد ما كنبسطوا هاد المسمنه ديالنا كنديروا السمك اللي كيكون مغليض مرقيق، كندهنوا الزيت ديالنا المقلات وكنوضعوا الملويه ديالنا كما كتشوفوا، نوضعوا شويه الزيت من الفوق، ما نقويوش الزيت باش ما تجيش دهنيه بزاف صافي. وكنطيبوها ملي كنشوفوا كتنبت معنا المسمن عاده كان ممكن بغينا نزيدوا النار كنزيدوها تيطيب دغيا كيتحمر لينا. جربوا هاد الدريات كيجي واحد الملوي واعر داكش، وبنك الفرماج ومنك الفلفله، واللي ما كيبغيش الفرماج والفلفله يقدر يدير البصله، يدير البصله الخضاريه تدخل الخضاريه، ولا ديروا لي زيبينار والفرماج كيجي زوين حتى هو. الدريات ها هو يتحمر معانا وغنديروا الثانيه حتى هي. هانتوما مشاهدي الاعزاء غنبداو نستمروا بنفس الطريقه كما قلت لكم، ان نبسطوا الملويه اللي تكون السمك ديالها ماشي غليظ ماشي رقيق، وندهنوا المقلات ديالنا. شفتوا كيفاش الملويه كتجي محمره ولونها زوين وكطيب يعني بسهوله من بعد ما كتكون المقله ساخنه، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا. ماما مسمن كم كيجا؟ هذا هو المسمن ديالنا، ها هو كيفاش تبارك الله جا زوين طيب وزوين. ها هما يا المسمنات ديالنا هما هادو، ها هما ها هما يجيو زوينين الملويات ديالنا، ها هما فيهم المنظر ديالهم زوين كيفاش كيجيو. هانت كيجيو مرقين من الداخل، هانت كيفاش كيجيو من الداخل، عاملين فرماج وعاملين شتي كيفاش دايرين هانت تبارك الله، عاملين فرماج وعاملين فلفله يعني زوينين، وحتى الريحه ديالتهم من داكش. يتقدموا معك ويست اتاي وصحتكم الدريات. كنتمنى مشاهدي الاعزاء الفكره تكون واضحه وسهله، غير جربوها ما غاديش تندموا، طريقه سهله. ولمحبين الملوي ممكن ديروا الحشوه، ممكن تخليوا الملوي كما هو، وطريقه اللي هي سهله وفكره نتمنى تكون عجبتكم. واذا عجبتكم ما تنساوش بارطاجيوها مع الاصدقاء والمعارف والتواصل الاجتماعي باش تعم الفائده. ولأول مرة يزور قناة كويزين أميرة ما ينساش الضغط على الزر أحمر أبوني وتفعلوا التنبيهات باش توصلوا نتوما الأولين بكل جديد. ومع السلامة ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.